أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت تحت حماية قوات عسكرية، وكشف الكاظمي عن انطلاق عمليات كبرى خلال الساعات القادمة في المنافذ الحدودية، مخولا القوات الأمنية بإطلاق النار على المتجاوزين في المنافذ الحدودية، مما يشير إلى معركة حقيقية لفرض سيادة القانون وتجفيف منابع الفساد باتجاهات مختلفة حسب رأي مراقبين. ونفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال جوي، وتمت السيطرة على منفذ مندلي الحدودي مع إيران. اليوم احنا موجودين هنا في منفذ مهم، نبعث رسالة إلى كل الفاسدين. اليوم احنا مرحلة إعادة النظام والقانون. هذا المطلب وليس مطلب الحكومة فقط، وإنما مطلب الشعب، الكتل السياسية، الفعاليات الاجتماعية والحكومة. هذا المال اللي ينهدر تحت عناوين متعددة راح وقته. وبلغ كل العاملين في هذا المنفذ اليوم جينا مرحلة جديدة، مثل ما وعدت بموضوع المنافذ اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم للفاسدين. عندنا ثلاث مناطق: الحرم الجمركي اليوم يكون تحت حماية قوات عسكرية، وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي. النقطة الثانية أثبتت الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد. النقطة الثالثة هم الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي. هذه رسالة واضحة، السيد مدير المنافذ موجود، عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال. عليكم مسؤولية، هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين.